السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في دراديش. النهاردة هنتكلم عن سيدنا عيسى عليه السلام وأنه أحيا الموتى. حسب رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه أحيا أربع أنفس، والأربعة دول كان عازر، وكان ابن العجوز، وابنة العاشر، وسام ابن نوح عليه السلام. بالنسبة لعازر كان صديقه زي أخوه. كان سيدنا عيسى خرج لقضاء شيء، وكان معاه 2 من أصدقائه، فأخت عازر أرسلت لسيدنا عيسى عليه السلام رسالة بتقول له فيها إن أخوك عازر بيحتضر. فكانت المسافة مسيرة 3 أيام، فسيدنا عيسى رجعوا معاه 2 أصحابه وراحوا عشان يشوفوا عازر ويطمنوا عليه. فأخت عازر قالت له إنه مات وله 3 أيام دفناه. فقال لها تعالي دليني على قبره، فراحت معاه. لما وصل عند القبر فطلب سيدنا عيسى من الله سبحانه وتعالى بحق اسمه الأعظم إنه يحيي عازر، فأحياه وخرج من قبره وروح على بيته واتجوز وخلف عيال. ده كان الأول. الثاني كان ابن العجوز. ابن العجوز كان مات ورايحين عشان يدفنوه، فمروا في طريقهم على سيدنا عيسى عليه السلام، فلما شافوا فدعا الله سبحانه وتعالى انه يحييه، وكان محمول على الأعناق فوق سرير، فأحياه الله سبحانه وتعالى. فلبس رداءه وهو على السرير فوق الأعناق، ونزل من فوق أكتاف الرجال وحمل سريره ورجع على البيت، وقالوا أنه عاش فترة طويلة واتجوز وخلف. أما النفس الثالثة كانت بنت العاشر، وده كان راجل بمسؤول عن جمع الضرائب أو العشور زي ما بيقولوا. فالنبي عيسى عليه السلام راح يطمن عليه وبيقول له حالك إيه، عامل إيه؟ قال له أنا بنتي ماتت بالأمس. فدعا الله سيدنا عيسى انه يحييها، فاحياها الله سبحانه وتعالى وتزوجت وانجبت وعاشت زمن. الرابع كان سام بن نوح عليه السلام، احياه برضه باسم الله الاعظم. خرج من قبره نص شعره شايب، وكان في زمن سام بن نوح ما كانش في حد شعره بيبيض ابدا، فهنا ساله سيدنا عيسى قال له ايه اللي، هل انت مت على هذه الحاله يعني مت بشعرك ابيض؟ قال له لا، احنا ما كانش، بس انا افتكرت ان القيامه قامت، فمن هولها ومن الخوف شعري ابيض. وقال له انا بطلب منك انك انت تسال الله ان يميتني مره اخرى ويخفف عليا سكرات الموت، او يعزني من سكرات الموت. فكان ذلك. في روايه تانية بتقول ان حام بن نوح هو اللي أحياه سيدنا عيسى عليه السلام من سام، وده بناء على طلب الحواريين أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام. قالوا له إحنا عايزينك تحيينا حد من أهل السفينة بتاعة الطوفان. فدور لحد ما وصل إلى تل ترابي، قال لهم في المكان ده موجود حام بن نوح، وطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يحييه فأحياه. فقال له برضو نص شعره بيض، نفس القصة اللي حصلت مع سام. فراح سيدنا عيسى عليه السلام قال له احنا احيناك عشان تحكي لنا احنا والحواريين على اللي حصل وقت الطوفان، فحكى ما حكى. كل اللي اتقال ده دلوقتي عبارة عن دراديش، واحنا ما نقدرش نصدق حاجة من الكلام ده، لانه لا ورد في القرآن ولا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القصة كلها احنا ما يفيدناش سيدنا عيسى عليه السلام احيا مين، وكل اللي يفيدنا ان سيدنا عيسى كانت معجزاته احياء الموتى، وانه كان يصنع من الطين طير وينفخ فيه فيطير، وان سيدنا عيسى كان يشفي الاكمة ويشفي الابرص باذن الله تعالى. اكتر من كده ما يخصناش حاجة، لأن ده اللي ورد في القرآن واللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تكون حلقتنا دي عجبتكم،
وإن شاء الله نتقابل على خير. بس ما تنسوش المتابعة واللايك والشير. كان معكم ضياء حتة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.